العراق تطور تطور كبير جدا في مجال القتال الآن في المناطق الصحراوية والمفتوحة، وهذه العملية الإرادة الصلبة بمرحلتها الأولى السابقة والمرحلة الحالية قد فعلت قيادة العمليات المشتركة بإشراف طبعا القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ مصطفى الكاظمي قضية الاستطلاع المسلح للأجهزة الاستخبارية، وهي كانت أول مشاركة لها خلال الأسابيع الماضية. وكذلك بالمقابل في هذه المرحلة الآن لاحظنا فعاليات في القوة المحمولة جوا أو القوة المجوقلة العراقية في وزارة الدفاع، وكذلك في الرد السريع، وكذلك في جهاز مكافحة الإرهاب. وهذه الفعاليات الاستراتيجية تهدف منها لزيادة القدرة والتمرس، وكذلك منها في القيام بعمليات نوعية سريعة جدا وخاطفة، ومنها كذلك بالمقابل لبيان قدرات القوات المسلحة العراقية التي تطورت تطور كبيرا جدا مقارنة بعام 2014، وهذا نتيجة لتركيز القائد العام للقوات المسلحة على برنامج إصلاح القوات المسلحة وتدريب القوات المسلحة، وكذلك العلاقة البينية ما بين القوات المسلحة وكذلك قوات وزارة الداخلية والحشد الشعبي والأجهزة الاستخبارية والأمنية، وكذلك بالمقابل قوات البشمركة. وهذا بالتالي تطور نوعي الآن يحسب للقوات البرية والجوية، وكذلك بالمقابل للقوات الاستخبارية التي تعمل الآن في طور هذه العمليات الاستراتيجية الكبيرة في صحراء ممتدة من محافظة كربلاء المقدسة، وكذلك بالمقابل الأنبار وصلاح الدين ونينوى، وكذلك بالمقابل الحدود العراقية السورية والأنبار صحراء الجزيرة. وهذا بالتالي الفعاليات العسكرية التي تستمر هي لمحاولة تجفيف أدوات منابع الإرهاب. يعني الآن هنالك أهمية بقتل قيادات مهمة للتنظيم الإرهابي، ولكن الأولوية كذلك الأخرى هي عملية تدمير. طب سيد حسين، يعني كل هذا الكلام كل هذا الكلام، نعم سيد حسين ورحب بك مرة أخرى، يعني كل هذا الكلام يراه المواطن العراقي أنه مجرد كلام حقيقة؟ يعني إذا أخذنا بنظر الاعتبار عدد العمليات العسكرية التي قام بها الجيش العراقي من أيام العبادي بعد انتهاء عمليات تحرير الأرض لحد يومنا هذا، كثيرة بالعشرات هي العمليات العسكرية، وبالتالي المواطن يريد أن يشعر بالثقة، يريد أن يشعر بوجود جدوى من مثل هكذا عمليات. أستاذ أحمد، سؤالك مهم جدا. حقيقة عندما تبحث عن الأبرة في كومة قش فإنك تنظر إلى الحرب على الإرهاب. الحرب على الإرهاب هي ليست الحرب التقليدية، وهذا هي المشكلة الكبيرة. لذلك في بعض الأحيان عندما تجد إطلاقة واحدة لمسدس هي تؤثر في عمليات الحرب على الإرهاب، وقد يستخدمها الإرهابي وبالتالي يطلقها على هدف معين، وبالتالي يؤثر على الحياة المجتمعية ويؤثر كذلك على الحياة الاقتصادية وكذلك مسار الدولة. ولذلك قواتنا الأمنية حقيقة منذ عام 2017 ولغاية الآن هي تبحث عن إرهابيين محليين متواجدين في مناطق مفتوحة، وانتقلت طبعا في أطوار متعددة. في عام 2017 لحد عام 2020 لاحظنا أن كل العمليات المطاردة أو استراتيجية المطاردة كانت تتركز على حماية المدن وكذلك المناطق المحيطة بها. الآن انتقلنا إلى المناطق المفتوحة، يعني منذ مجيء السيد رئيس وزراء الأستاذ مصطفى الكاظم وإدارته للحكومة في 2020 ركز على قضية إنهاء قدرات داعش الاستراتيجية، وكذلك الانفتاح قواتنا المسلحة على التدريب، وكذلك القيام بعمليات سريعة وخاطفة، وهذا ما يحصل. وأتوقع أن الإنجاز الآن الكبير الذي قد يكون في منظور المواطن أنه سهل جدا أن تقوم بهذه العمليات، لكن من الصعوبة أن تجد واحد أو اثنين أو ثلاثة في صحراء منفتحة بعشرات الكيلومترات.